ونذهب مباشرة إلى نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. نادية أهلا ومرحبا بك معنا. اجتماع أو محضر اجتماع الفيدرالي عن اجتماع يوليو ونبرة متشددة، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للأسهم الأمريكية وتحديدا لأسهم التكنولوجيا لأنه هي اللي حتتعرض للضغط الأكبر مع ارتفاع العوائد؟ نعم، أهلا وسهلا. طبعا شهدنا يوم أمس يعني وول ستريت كانت في عمليات تصحيح لأسهم داو جونز وناسداك، خصوصا الناسداك شهدنا أن المؤشرات كلها يعني أندد في الريد تيريتوري، وشهدنا يعني بسبب هذه النبرة التشددية شهدنا أن الأسواق فعلا تأخذ ذلك في عين الاعتبار، أن سيكون في رفعة أخرى لأسعار الفائدة والتي يعني تضغط على المعنويات في السوق وتضغط طبعا على النمو الاقتصادي. نعم، ولكن نادية يعني ربما مثل ما أشرنا يعني تحديدا فيما يخص، وكانت تتحدث مي عن هذه، كان لدينا يعني عرض مفصل عن ارتفاع فيما يخص السندات. السؤال إلى هنا يعني إلى أي مدى سوف يؤثر كذلك على الأسهم الأمريكية مثل ما تحدثت مي وتحديدا التكنولوجيا منها، وبالنسبة لتوجهات السوق إلى أي مدى سوف يكون ردة فعلها على هذه التصريحات، يعني أو إلى أي مدى ستمتد معنا ربما آثارها بالنسبة للأسواق؟ يعني طبعا في ظل يعني المزيد من رفع اسعار الفائده، يعني نرى ان الجروث ستوكس والتكنولوجي ستوكس هي الاكثر تكون اكثر تحت ضغط كبير، لذلك نشهد يعني المزيد من الضغوطات في الناسداك، وممكن ان تستمر هذه الضغوطات خصوصا مع يعني نهايه الرالي الذي شهدناها في شهر يوليو. الان في شهر اغسطس نرى ان المزيد من التصحيح في المؤشرات الامريكيه، وطبعا مع ضعف الاقتصاد ويعني المزيد من الأخبار السلبية نرى أن يعني بالفعل في ضعف في المؤشرات الأمريكية، وممكن أن نشهد المزيد واستمرار في الضعف في هذه المؤشرات. نادية، أين ترون في إكويتي جروب مسار برنت حتى نهاية العام؟ التوقعات هي بأنها سنشهد مستويات $90، ولكن هل هذه المستويات معقولة بالنظر إلى ما يحدث سواء بالنسبة للاقتصاد الصيني بالنسبة للاقتصاد الياباني؟ هل $90 لا تزال واقعية؟ يعني شهدنا يعني كبار البنوك يقولون بالفعل ان سنشهد برنت عند $90. جولدمان ساكس صرح بهذا التقرير من اسبوعين، ولكن مع صدور بيانات مخيبه للامال من الصين يعني نبتدئ ان نبعد عن هذه النظريه، خصوصا مع يعني البيانات التي شهدناها هذا الاسبوع، وشفنا برنت ودبليو سي اي الان تحت $80، وذلك يعني مع تخفيض الانتاج والفولنتري كاتس من السعوديه وروسيا، فذلك يعني ممكن ان طبعا نشهد ضعف في اسعار النفط، ونشهد الان كوركشن ايضا بسيط في اسعار النفط، لان خلاص الاسواق سعرت يعني الفولنتري كاتس، فممكن ان نشهد الان يعني السمول رينج لهذه الاسعار من بين ال 75 وال $80 WTI و يعني $80 مجددا لأسعار برنت. يعني على مستوى الذهب كذلك نادية، يعني بطبيعة الحال تأثر بهذه الأخبار، كنا شاهدنا أدنى مستويات في 5 أشهر، برأيك إلى أي مدى نتوقع أن نتدنى عن هذه المستويات؟ في المقابل كانت لدينا ربما نظرة متفائلة أكثر عن أسعار الذهب. يعني لا يعني تعتبر الذهب الان يعني يعتبر تحت ضغط كبير، خصوصا على التكنيكال برسبكتيف، ان احنا ممكن نشوف يعني مقاومه عند سوري ان احنا نتخطى هذه مستويات الدعم اجان عند مستويات ال $1870، لان التكنيكال برسبكتيف يشير الى ان ممكن ان نرى هذه المستويات خصوصا في ظل المزيد من رفع أسعار الفائدة، فالذي طبعا سيكون سيدعم الدولار يعني يضغط، سيكون في المزيد من الضغوطات على أسعار الذهب إلى ما دون مستويات ال $1900. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. شكرا لكم.